هي طالب نائب رئيس تحالف نهضة السودان موسى محمد أحمد في حديثه للمنبر بكيانات سياسية عريضة وأحزاب سياسية تتحمل مسؤولية تحديات المرحلة، مشيرا إلى أن مشاكل السودان ليست وليدة اليوم بل هي مشاكل تراكمية. الوصول إلى رؤى توافقية تقود البلاد إلى آفاق أرحب، ومن خلالها نخاطب. يعني الأزمة السودانية ليس هي أزمة وليدة اليوم بل هي تراكمات، فبالتالي يجب أن نخاطب بشكل يخاطب هذه الأزمة ويبحث حلول جذرية يعني للمستقبل وتشخيص حقيقي صحيح من خلال الجهود اللي كانت موجودة يعني طيلة هذه الفترة. بالتأكيد كان يعني في جهد للبحث وللوصول إلى يعني حلول جذرية.